يوم الخميس من الأسبوع الأول من الصوم الكبير، إنجيل القديس. إن زمير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. إن أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير بركاته على جميعنا. ثم قال لهم: هل يوقد سراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ لأنه ليس خفي لا يظهر، ولا صار مستورا إلا ليعلن. من له أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم أيضا: انظروا ماذا تسمعون، الكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. لأن من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده ينزع منه. وقال: هكذا ملكوت الله كمثل إنسان يلقي بزاره على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والزرع ينمو ويطول وهو لا يعلم، لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا، أولا عشبا ثم سنبلا ثم يمتلئ ما في السنبل، فإذا أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل، لأن الحصاد قد حان. والمجد لله دائماً.